السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين، خالق الثقلين وباسط الكفين، استوى على العرش والكرسي موضع القدمين. لا تسألن بكيفك ولا بأين، لأن الإله فوق الأين. سل البقرة وآل آل عمران، سل الزهروين، سل الإخلاص والفلق والناس، سل المعوذتين، سل سورة النمل عن بلقيس لما كشفت عن الساقين، سل سورة الرحمن عن الجنتين، سل سورة الكهف عن الخضر والغلامين لما بلغ السدين، سل سورة النساء عن الربع والنصف والثلث والثلثين، سل سورة الأعراف عن موسى لما قيل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما محمدا فسل عن محمدا يوم بدر وحنين، سل عن محمدا أرض الحرمين، سل عن محمد الذي أشار إلى البدر فانقسم البدر إلى نصفين، سل عن محمد الذي سمع صريف الأقلام بأقهر الأذنين، سل عن محمد الذي رتل القرآن بأقهر الشفتين، سل عن محمد الذي مشى على الأرض بأقهر القدمين، سل عن محمد الذي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسر الأمرين. محمد خير من مسى على الخفين. محمد محمد محمد، صلوا وسلموا على سيد الكونين وشفيع الدارين. أما بعد، الإخوة الكرام، حياكم الله وبياكم، وتبوأكم إلى الجنة منزلا، ونسأل الله العظيم كما جمعنا في هذا المكان المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في داره ومستقر رحمته. أيها الأحبة، أفراح على دسوقي ترحب بكم بالحلاف الشرقية. يتشرف كل من أبناء المرحوم خلف محمد السلمان والحاج عادل أحمد علي بحفل زفاف البشمهندس أكرم خلف محمد السلمان على كريمة الحاج عادل أحمد علي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم وأن يبارك عليهم وأن يجمع بينهم في خير. أيها الأحبة، فمن نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن شرع لها الزواج دليلا على توحيده وربوبيته سبحانه وتعالى. قال الله جل في علاه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها الخيار، الزواج سنة، الزواج آية ربانية كما قال سبحانه وتعالى:
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. والزواج سنة نبوية لقوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. والزواج ضرورة اجتماعية به بقاء الحياة البشرية على وجه الأرض. سمى الله سبحانه وتعالى الزواج بأنه سكن في قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هذه الآية الكريمة كلنا يحفظها، بل كلنا يقرأها، فأنا لا أقف مع هذه الآية الكريمة مع قدرها وعظمتها، ولكن أقف مع كلمتين اثنتين من هذه الآية، ألا وهي المودة والرحمة. كما عرف العلماء بأن المودة والرحمة أي المحبة إن خلت. اسمع أيها الحبيب، اسمع أيها الحبيب، ليس الهدف من الزواج أن يتعلق بالشهوة فقط. إن خلت الحياة الزوجية، لأن البيوت الآن تعج من العاطفية، تعج من الجفاء العاطفي. البيوت الآن إلا من رحم ربي انتشرت فيها فتن الشبهات والشهوات. هذه الآية إن خلت الحياة الزوجية من المودة والرحمة أصبحت كالجسد الميت إن لم تزل فاحة منه رائحة نبيلة. ألا تتفق معي أيها الخيار الكرام أن يا نبيع الحب جفت في كثير من بيوتنا، بل جفت في كثير من قلوبنا، فلولا الحب ما بكى الغمام لهجرت البلابل الفياقل الخضراء، ولولا الحب لهجرت نحل الحدائق البناء، ولولا الحب ما التف القسم على القسم، ولولا الحب ما اجتمعنا هنا. سمى الله سبحانه وتعالى الزواج بأنه سكن، وكيف لا يكون سكن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليك أن تصلي عليه، فيجب عليك أن تصلي على سيد البشر. فمما زادني شرفا وثيقا وكنت بأخلص أطع الطرية دخولي تحت قولك يا عباد وأن أرسلت أحمد لي نبيا. قال صلى الله عليه وسلم وهو يستظهر الهمم، أي همم الشباب، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع أن يعلم الباءة فليتزوج. وقال صلى الله عليه وسلم فيما روته لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وسلم: الزواج من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. لأن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أكثر أمة من الأمم دخول الجنة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستنهض النبي صلى الله عليه وسلم همم الشباب فقال: إذا جاءكم، اسمع اسمع حبيبي في الله، بالله عليك، أين أنت في هذه الأيام
الوجوب إلا تفعله تكون فتنة في الأرض وفساد عظيم. حدد النبي صلى الله عليه وسلم في الشاب المسلم أمرين أو شرطين أو صيغتين أو خلتين، ألا وهي الخلق والدين. لأن لا تقوم البيوت إلا على الخلق والدين. طيب عرفنا نحن صفة الشاب المسلم، قال الفتاة المسلمة، فهل يا رسول الله أبحث على أدنى الفتاة من أجل أن تزوجها؟ اسمع ماذا قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربعة، لجمالها. طيب يا رسول الله لو كانت جميلة بغير دين لا تنفع، لابد من الدين لجمالها وحسبها ومالها، اسمع كده، ودينها خوفا لذات الدين تلك كده. حتى لا أطيل عليكم، بين أيدينا علماء الأجلاء وأفاضل، فليتفضل شيخنا المبارك وشيخي وحبيبي الشيخ إمام دهشور، فليتفضل سيادته مشكورا مرجوها. رسول الله، فلما خرجت المرأة
فذهبت النخوة من الرجال، وذهبت المروءة من الرجال، وأصبحت الغيرة بين الرجال على النساء كأن لم يوجد، مع أن سيدنا علي كرم الله وجهه لما دخل مرة على السيدة فاطمة فوجدها تضع السواك في فمها، فغار عليها وقال: لقد فزت يا عود الأراك بسرها، أما خفت يا عود الأراك أراك؟ لو كان غيرك يا سواك قتلته، وما فاز بسرها سوى سواك. كان فيه غيرة، فيه مروءة، فيه رجولة. الرجل العربي الذي زفت له امرأة بعد أن نزلت من على الفرس، قام فقتل الفرس. قالوا: لما؟ قال: حتى لا يركب مكانها أحد والسرج ما زال دافئا. إذا المروءة قلت بين الرجال، وأصبحت الغيرة معدومة عند كثير من البشر، فصار ما نحن فيه، وصارت الخلافات في البيوت، وأصبحت قضايا الخلع وقضايا الطلاق وقضايا النفقة وقضايا الحضانة لا أعلان لها، لأن البيوت خلت من القيادة، وخلت من الرئاسة، وخلت من قوة الرجال. ومنذ أيام قليل رفعت امرأة الدعوى لزيادة النفقة، فلما ذهب الرجل إلى المحكمة وجد امرأته ووجد أبناءه أمامه، ودخلوا على القاضي ففوجئ الرجل بكم القضايا التي رفعت عليه، فمن شدة صدمته مات الرجل في المحكمة. فقال القاضي للمرأة: تعالي احملي في الشكة لعل ضميرك الآن قد استراح. ثم بكى أبناؤه وقالوا: قم يا أبانا، لا نريد منك مالا ولكن بعد فوات الأوان. فهل للبيوت أن تعود لها هيبتها؟ هل للبيوت أن يصبح الرجل فيها رجلا والمرأة فيها امرأة وكل صاحب حق يأخذ حقه؟ هذا ما أردنا أن نوصله في رسالتنا، ونظرا لضيق المقام وضيق المكان وإخواننا منتظرين من قبل صلاة المغرب، نكتفي بهذا القدر. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيد السكينة لبيوت المسلمين. السيدة خيلة بنت ثعلبة كانت تصلي، فجاء زوجها سيدنا أوس أراد أن يجامعها، فقالت: والله حتى أقضي فريضة الله. فغضب سيدنا أوس فقال: أنت علي كظهر أمي. فلما انتهت من صلاتها أراد أن يجامعها، قالت: والله حتى أستشير رسول الله. أنت قلت أنت عليك ظهر، وهذا يمين لا رجعة فيه أبدا. قالت: والله لا تقربني حتى أستشير رسول الله. فذهبت حولها، وذهب زوجها أوس إلى سيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الست اللي عايزه تكمل في بيتها، والست اللي عايزه تخلع، والست اللي عايزه تقبض، والست اللي عايزه معاش، هناك فارق. الست اللي عايزه تعيش والست اللي مش عايزه. فماذا قالت؟ قالت: يا رسول الله، اسمع كده، ان اوس ابن عمي. ما قالتلهوش الضلال ولا الحرام ولا الباطل ولا الدول. قالت: ان اوس ابن عمي ظاهر مني وشبهني بأمه يا رسول الله، وأخذني وأنا صبية جميلة وغنية، فذهب مالي وضاع شبابي، ولي منه أولاد يا رسول الله، إن ضممتهم إلي جاءوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا، فماذا أصنع يا رسول الله؟ الرد ما كانش محتاج في الوقت ده وحي ولا رسالة، ولكن تشريع. فقال لها النبي: ما أراك إلا قد حرمت علي. خلاص الحكاية انتهت، أنت محرمة، ما
مفيش رجعة تاني. ما قالتش بركة يا جامع ده كويس اللي جات منه وده كده كده ما عايزاهوش. فجادلت رسول الله، شوف سيدنا النبي قال لها خلاص حرمتي، هي تقول لي كيف يا رسول الله وأولادي أين أذهب بهم؟ يقول راوي الحديث حتى بكت السيدة عائشة وبكى نساء النبي وبكى النبي صلى الله عليه وسلم لها ولحالها حتى جاء الفرج ممن يمسك مفاتيح الفرج. جاء الفرج من الله ونزل فيها قرآن يتلى ويتعبد به إلى يوم القيامة. قال الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورهما إن الله سميع بصير. فقال لها النبي أبشري يا خولة فقد جاءت الفرج من الله ونزلت آيات الظهار التي تجعل لهذه اليمين حدا وهو إما إطعام 60 مسكينا وإما صيام شهرين متتابعين وإما عتق رقبة. فجعل الله لمن يحلف هذا اليمين كفارة له إكراما لهذه المرأة التي سمع الله شكواها. وها نحن قد دخل علينا علم من أعلام القرآن الكريم، نسأل الله له التوفيق والسداد. سيدنا نافع كان إذا قرأ القرآن خرج ريح المسك من فمه، فقالوا يا إمام أتضع مسكا كلما قرأت القرآن؟ قال والله لا أضع طيبا ولا مسكا، ولكني في ليلة قرأت القرآن فجاءني حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا نافع أعطني فمك أقبله، فقال ما رتل القرآن. قال من وقتها كلما أقرأ القرآن يخرج ريح المسك ببركة تقبيل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم جميعا وشكر لكم والعاقبة عندكم في المصرات ومع القرآن الكريم حبل الله المتين وكتابه العظيم. فضيلة الشيخ محمود البدري فليتفضل سيادته عزيزا مكرما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روح لورا لورا عمك مين؟ مين؟ استاذي عملية انا بتكلم في الصورة بتاعتي استاذي السلام عليكم لا تبغى 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 ل